بفضل السرعه واليقظه والتدابير الاستباقيه اخمدت عناصر الحمايه المدنيه حريقا شب بغابه باينان بالعاصمه قبل ان تنتشر النار وتطال اليابس والاخضر. مباشرة بعد تلقيهم بلاغا توجهت أرتال الحماية المدنية إلى عين المكان قبل أن يجتمعوا تحت هذه الخيمة للتنسيق بينهم وإسداء التعليمات. وزعنا الإمكانيات، حاصرنا الحريق هذا وقمنا بإعطاء أوامر من أجل بعض المركبات تهاجم مباشرة الحريق وبعض المركبات تحصر انتشار ولا ما تخليش الإمكانية لانتشار الحريق. هو ليس بحريق بل محاكاة لإخماد حريق لقياس جاهزية مصالح الحماية المدنية لموسم تكثر فيه حرائق الغابات. اخترنا تيران اكسيدونتي ومام طون نديروا فيه التمرين وفي نفس الوقت نجربوا إمكانيات ضخ الماء. في حالة يكون هربنا الحريق إلى نقطة عالية على وين دالع نستعملوا طريقة الوسط لمود رولي، نزيدوا الموتو بومب طلعوها باش نتحصلوا على الضغط اللازم. قمنا بمناورة عملياتية في الميدان، مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، مصالح الغابات لولاية الجزائر، الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، ونخيرنا النقطة هذه ككل عام. وما يخفلكمش أنه غابة باينان يعني محاطة كليا بنسيج عمراني كثيف، مستشفى باينام اللي جاي على بضعة أمتار على الغابة. الاختيار وقع على باينام لما تتميز به هذه الغابة من ميزات تسمح بالاختبار الفعلي لقدرات رجال الإطفاء ومعداتهم. احنا في الغابة تاع باينام لو بلوز امبورطون عندنا احنا الواجهة اللي تقابل البحر. الواجهة اللي تقابل البحر من ناحية نوعية النبات فيها صنوبر، معروف صنوبر ليسونس يشعل بالخف، ودوزيام مشكل اللي كاين هو الواجهات تقابل مختلف اتجاه الرياح، الشرقي يضرب، الغربي يضرب، البراني النور. إخماد حرائق الغابات التي التهمت السنة الماضية 16570 هكتارا مسؤولية مصالح الحماية المدنية عبر الاستعداد والتحرك السريع، لكن الوقاية منها واجب الجميع بما في ذلك المواطن.